احنا عايزين نتكلم فيه بكره بقى، سموحه، هل برضو كابتن احمد سامي، احنا عارفين ان هو مدرب برضو معيار يعني تقيل اكيد، فهل سموحه ممكن يعمل ده من بدايه يعني الدقائق الاولى مع الاهلي؟ سموحه، بس سموحه فرقه محترمه، يعني سموحه فرقه برضو عندها الامكانيات وعندها لعيبه وعندها مقاومات هجوميه تقدر تشكل خطوره على النادي الاهلي بكره. فالنادي الاهلي بكره اكيد مباراه تهم مستر موسيماني اللي هو يفنش فتره قبل فتره الراحه، متصدر بالعلامه الكامله، تفرق كتير جدا معاه نفسيا ومعنويا وكل حاجه. فاعتقد يعني تركيز مستر موسيماني بكره في غيابات مؤثره جدا على يعني برضو من الحاجات اللي ممكن تاثر شويه على الناحيه الهجوميه غياب علي معلول للاصابه طبعا. اعتقد يعني حل هجومي كبير جدا، لكن اعتقد تواجد كريم فؤاد بكره هو البديل الانسب متهيألي من وجهه نظري اللي مستر موسيماني هيتم الدفع بيه. فرقة سموحة عندها عناصر هجومية محترمة، عندها بالزبط. عناصر منضمة لمنتخب مصر في كأس العرب، فأعتقد برضو في الناحية الهجومية، فأعتقد برضو مستر موسيماني لازم ياخد حذره كتير يعني بشكل كويس من الناحية الهجومية نادي سموحة. لكن فرقة سموحة برضو عندها يعني شوية أخطاء دفاعية، عندها بطء شوية في الناحية الدفاعية في التمركز، فبرضو ممكن مستر موسيماني بالسرعات اللي هيلعب على الكلام ده. لكن ماتش زي ماتش سموحة برضه من الماتشات اللي انا ما ينفعش اجيب جول واهدى، لا ما دام عندي الفرصه اللي انا اجيب الثاني واخلص اللقاء. هو ما ينفعش في اي مباراه والله اجيب جول. انا معاكي، بس في ماتشات يعني برضه احنا يعني سموحه السنه اللي فاتت يعني من اسباب خساره الفرق، من يعني الفرق اللي خسرت النادي الاهلي الدوري كانت سموحه، يعني ماتش 2-1 في استاد السلام والاهلي والسلام، فكانت النتيجه في اخر دقيقه 2-1. فلا يعني من الفرق اللي بياخدوا كوره رخمه شويه على النادي الاهلي، عندها امكانيات فنيه محترمه، عندها مدير فني بيعرف يقرا الخصم بشكل كويس قوي، اعتقد هتلاقيه مذاكر النادي الاهلي بشكل كبير، عامل حساب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، برده هيلعب مقفل، بس هيبقى عنده التحولات الهجوميه بتاعته كتير، يعني مش هيبقى عنده حسين فيصل، عنده مروان حمدي، هيقدروا يعملوا التحولات الهجوميه بشكل كبير جدا، عنده كناريا في نص الملعب لعيب كويس. فلازم مستر موسيماني اي فرصه كمان لعيبه النادي الاهلي تيجي في بدايه اللقاء لازم يستغلها بشكل كويس، لازم يبقى في تركيز، لان هدف في بدايه اللقاء بيعمل اريحيه كبيره جدا. اكيد.